نبتدي مع رولاند التحدي. ماشي حلو. أول غلطة. خدنا أول خمس نقط. اتنين. تلاتة. يا ترى هيوصل للعشرة؟ وصل لعشر نقط. شكرا شكرا شكرا. لا موفق. برافو 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 برافو. طب ما انت وصلت. طب ما انت حلوة. برافو 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 برافو. اميزك. برافو. مين اللي هيلعب هنا؟ يلا يا ساره هاني. ساره معاها تحدي كبير ان هي تقلل الفرق. اجيب لك بودره واي حاجه زي بتوع السومو دول. انا بحاول. طيب معانا ساره هانم ونبتدي معاها التحدي. أول جراثيم. وخدنا خمس نقط. لسه قدامك وقت. ومن حقك تستخدمي إيدك التانية. عشر نقط عند سارة. خلاص خلاص. برافو يا سارة. ما يجيبها الا ستاتها. سارة في الاخر بقى ديها بقى يعني خلاص يعني بتعمل عملية قلب مفتوح. كده شهير وسارة ودينا وصلوا ل 35 نقطة. ولسه في فرصة تانية عند رولاند وهالة وميشيل. وبنقول لهالة هانم احنا جاهزين. ثواني ثواني. قول لي امتى يا سارة. اجهزي. جاهزة. مع هالة هانم دقيقة ونص في مشوار ال 15 نقطة ونبتدي معاها التحدي. قربت من الخمسة وأول خمس نقط مع هالة هانم كسبتها. أول غلطة. ما تتريقش. ما حدش فتح بقه خالص. أنا مسكتهم لك أهو. نام. بقى تاني بقى. أنت ربت 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 ربت.
ودلوقتي فريق رولاند معاه 45 نقطة وفريق شهير معاه 35 نقطة. التحدي سخن، التحدي لسه ما انتهاش، وفي اللي جاي يا تكون قد التحدي يا إما بلاش. نطلع فاصل ونرجع لآخر تحدي النهاردة. هذا البرنامج برعاية